حلقة اليوم رح نخصصها للحديث عن أغرب التصاميم الموجودة هون بإكسبو دبي 2020. فإذا لسه ما زرتوا المعرض تابعوا معي الحلقة لأنه يمكن تسمعوا عن أرقام أول مرة بتسمعوا عنها. البداية مع الجناح الأضخم والأكبر في إكسبو دبي وهو بلا شك الجناح الإماراتي واللي معمول على شكل صقر عم يستعد للتحليق، مكون من 4 طوابق بمساحة إجمالية بتزيد عن 15,000 متر مربع. أما سقف هذا الجناح فموجود فيه 28 جناح بيقدروا ينفتحوا في غضون 3 دقائق فقط. ننتقل بعد هيك للجناح الكوري المذهل بتصميمه وخاصة الواجهة. مساحته بتزيد عن 4600 متر مربع وارتفاعه يصل إلى 26 متر. هو مكون من 5 طوابق، 4 منها فوق سطح الأرض وواحد تحت سطح الأرض. أما واجهة الجناح بتتميز بالحركة الدائمة، والسر وجود 1500 مكعب موجودين فيها بيحركوا بشكل دائم. بالصبح بيعملوا لوحات باستخدام الألوان الموجودة بهي المكعبات، وبالليل المكعبات بتضيء وبتعمل لوحات ضوئية مذهلة يمكن الناس تشوفها من على بعد أمتار. وهلأ منروح للجناح السعودي اللي خطف أنظار الزوار بتصميمه الغريب وأيضاً بضخامته. الجناح السعودي هو ثاني أكبر جناح موجود هون بإكسبو بمساحة بتزيد عن 13,000 متر مربع وأيضاً موجود فيه 6 طوابق. الجناح حائز على 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس، أولاً كأكبر أرضية ضوئية تفاعلية، ثانياً كأطول ستارة مائية بطول 32 متر، وثالثاً أكبر مرآة بشاشة تفاعلية رقمية بتزيد مساحتها عن 1200 متر مربع. وكل هالألوان اللي موجودة وراي اجتمعت بالجناح الروسي المذهل اللي مصنوع على شكل قبتين بمساحة بتزيد عن 3600 متر مربع وارتفاع بيزيد عن 26 متر. أما هاي الألوان الموجودة والمتعددة بتشير لتعدد الأطياف اللي موجودة بدولة روسيا واللي عايشة سوا بشكل متناغم. ورح نترك لكم الباب مفتوح لحتى انتوا تجوا بأنفسكم وتكتشفوا بقية التصاميم الغريبة واللي موجودة هون بإكسبو دبي 2020. أما بحلقتنا الجاي رح نحكي أكثر عن تذاكر إكسبو، كيف كان سعرها لما بلشت، وبالمقابل كيف سعرها اليوم. استنونا.